السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا ومساء الخير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. مرحبا وسهلا. موضوع لايف الليلة هو اللي نستضافه بإذن الله تعالى شاب صحراوي اللي يسرد لكم حقائق عن مملكة ذلي والعار فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، اللي يعطيكم حقائق عن كل ما يدور وكل ما يتعلق بالشباب الصحراوي، ومن يعني تهميش ومن معاناة ومن اللي جعلت الشاب الصحراوي عنه يهاجر من أرضه المغتصبة إلى المهجر. وهذه حقائق إن شاء الله اللي تسمعوها من الشاب سيدي هدي، واللي حقيقة نتمنى لكم حلقة موفقة، ونتمنى لكم عنكم تتابعوا معانا هذه الحلقة من بدايتها، ونتمنى مولي عنكم تشاركوا هذا البث. أنا أصلا ما أنطب المشاركة، ما هو منين يعود شيء مهم قبال وشي متعلق بالقضية الصحراوية وشي متعلق وخاص العالم كامل يطالع عليه، ما اللايفات من تعود تتعلق بالتوجيه ما يخص الشعب الصحراوي، أنا ما أطلب المشاركة لأنها واصلة حتى ولو عن طريق المنابر بنسخ الرابط، ولكن هذه اللايفات المهمة اللي تتعلق بحقوق الإنسان، تتعلق بحقائق، تتعلق بياسر من الأمور في المناطق المحتلة، هذه نبقي توصل للعالم كامل، وطالبة منكم كاملين مشاركة البث، ولين استضافوا إن شاء الله باش نربحوا الوقت بينما تطلع متابعيني اللي ما فات التحقوا بالبث. نتمنى عن الجميع شارك هذا البث أباش يطالعوا على ذي الحقائق اللي يحاول العدو المغربي تعتيم عليها، يحاول العدو المغربي إخفاءها للعالم باش ما تظهر، يحاول دائما عنه يمرر المقالطات والإشاعات والأكاذيب في حق هذه القضية العادلة، في حق هذا الشعب الصامد المسالم اللي اغتصبت أرضه بدون ذنب، وإلا أنه بسبب طمع والهلع العدو المغربي الاحتلال المغربي. لذلك ضيفنا الليلة هو شاب مناضل مثابر، الشاب سيدي هدي، نتمنى من عند الله عز وجل يوفقه في هذه الوقفات وفي هذه هذه الرسالة اللي باقي هو يوصل للعالم، واللي خاصه واللي خاصها توصل عن طريقكم وعن طريق مشاركاتكم وعن طريق نشركم لهذه القضايا المتعلقة بالقضية الصحراوية ومتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة. لهن نضيف الشاب وإن شاء الله يسرد لنا ذيك المعاناة كاملة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أهلا وسهلا يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أريد يعني أن أحييك يعني على هذه المبادرة اللي أعطت يعني للعالم أن المرأة الصحراوية هي مرأة حديدية، على المبادرات اللي تقوم بها سواء داخل المجتمع المدني الصحراوي أو المبادرات الإعلامية اللي نحن يعني جميعا متابعينها لا من قريب ولا من بعيد، حتى من داخل المناطق المحتلة أعطيتنا واحد الروح اللي خلاتنا يعني نحن كشباب أعطيتنا واحد الدفعة، أعطيتنا واحد نخوة أننا يعني تعود عندنا قضية ونرافع عنها أمام المجتمع الدولي. في البداية مولي تحية مجد وخلود شهداء الأبرار، كما ايضا اريد ان انوه جميع اننا يعني حاليا كشباب صحراوي متواجدين في منطقة غويانا الفرنسية، هي مدينة يعني او مقاطعة تقع شمال البرازيل وجنوب دولة سورينام،
اللي ندور اللحق هو انه نحن اول شيء او النقطه الاولى اللي ما خاصنا يعني نبعدوا عنها هو سبب خروجنا من المناطق المحتله. هو شنو سبب خروجنا من المناطق المحتله؟ هو يعني هروب والله فرار من جحيم ويلات النظام المحتل المغربي والمنهجيه الممارسه علينا منذ 40 سنه. نحن اليوم كشباب ربما أقولها أعيدها مرارا وتكرارا أنه قرار يعني الهروب من وطنك هو قرار شبان، ولكن تأخذناه يعني بواحد الشجاعة وبواحد الجرأة باش أننا مرقنا من فم. ووجودنا هون بحد ذات راسه دليل ورد قاطع لرئيس الحكومة المغربي يعني عميل المملكة عميل الملك محمد السادس على أنه يعني كما ادعى أنه نحن الصحراويين يعني ننعم بحقوق الإنسان وأن كل الصحراويين عندهم فيلات وعندهم الخير تبارك الله، وندور اللي حقله من هذا المنبر أن راعى واحدة من فيلاتي لعادي دورها. بالنسبة لقضيتنا هي ما قضية فيلا أو غير أو أي شيء، نحن اليوم هنا عندنا 24 يوم في منطقة غويانا الفرنسية في معتصمين من أمام مكتب المحافظ من أجل توحيد الشريعة الوطنية، والحمد لله حققنا مكاسب وحققنا ياسر من الأمور اللي من ضمنها أنه إدارات يعني داخل منطقة غويانا كانت مطبعة أو كان يعني في واحد نوع من التطبيع مع الاحتلال المغربي، كان يعني حتى أغلب الوثائق اللي نتسلموها من عندهم مكتوب فيها مغربي، وأنا مع العلم أنني قادم من الصحراء الغربية ولست بمغربي. اليوم عاد يكتبون الحمد لله الصحراء الغربية، وهذا بحد ذات رأسه أول إنجاز. بالنسبة للإنجاز الثاني كانت معاناة عائلات صحراوية يناموا في الشارع، استطعنا يعني أننا نوفر لهم يعني من خلال ضغطنا على هؤلاء الناس وفروا لهم سكن. بالنسبة للمسألة الثالثة، معتصمنا اليوم هون هو معتصم وجودي، معتصم كياني، معتصم يثبت يعني أن هذه الموجة الصحراوية القادمة من المناطق المحتلة إلا ولسبب، وهذا السبب أكيد أنه يعني بعد سنة 2020 بعد استئناف الحرب أو استئناف الكفاح المسلح، المغرب زاد في منهجيته اللي هي منهجية الظلم والاستبداد والاغتصاب وما إلى غير ذلك. نحن اليوم كشباب صحراوي نقولها علنا أمام الجميع، لماذا نتواجد في غويانا الفرنسية؟ أننا دخلناها بطريقة مشروعة وشرعية، تم ختم جوازات سفرنا عند دخولنا للحدود. أما بالنسبة يعني الهجرة الغير شرعية، نعرف جيدا أن يعني إسبانيا بين معها 120 كيلومتر بحر، ولكننا حاربنا مرارا وتكرارا الهجرة الغير شرعية داخل المنطقة، لأنها يعني وبكل بساطة أخذت يعني أرواح شابة طيبة زكية، شباب نخب كفاءات أطر، مشاو ضحية البحر اللي هو البحر المحيط الأطلسي. هذه يعني بحد ذات رأسها يعني كارثة إنسانية تحتسب. لذلك رسالتنا هون هي المنظمات الدولية والمنتظم الدولي أنه يرعونا كبشر. نحن كشباب عندنا طموحات، نحن كشباب خدامين أو نعمل على طموحات معينة اللي من ضمنها نحن كشباب رياضيين نتمنوا أننا نشوفوا منتخبنا الوطني يمثلنا يعني في كأس العالم، نشجعوه. هذه أحلام، هذه حقائق، هذه حقوق خاصة. المجتمع الدولي ما يشوفنا يعني كبشر أو كأرقام أو مجرد قضية اللي هي غابرة أو ما إلى غير ذلك. نحن عدالة قضيتنا ما يقدر يمحيها، عدالة قضيتنا قبل الدول ما زلنا يعني مجمع عشائري اليوم الحمد لله يعني تخلينا عن جميع يعني الأمور، وحدنا المكون الصحراوي تحت قضية واحدة. اللي نرجع للموضوع أختي خليفة برك، الموضوع اللي هو نحن الشباب داخل المناطق المحتلة شنو يعني شنو دورنا أو شنو دور تواجدنا فيم. المغرب نعرفه جيدا أنه يدور الصحراء ما يدور الصحراويين، هذه قطعا أكيدة. ما كان الناس باش ما تمر من المغالطات انه مغربي صحراوي او صحراوي وما الى غير ذلك، هذا خطا. يوجد صحراوي فقط واحد. اذا كانت جثه الصحراوي يعني واهبها الاحتلال المغربي فهذا انا شخصيا يعني لا نعترف به ككون صحراوي، لان الصحراوي هو اللي دافع عن شرعيه وعداله قضيته الوطنيه. واعيد واكرر يعني نحن اليوم تواجدنا ليس عن عبث، تواجد يعني راي
حوالي يعني آخر إحصاء كان من طرف هذا المحافظ كانت 450 مهاجر طالبي اللجوء من الصحراء الغربية متواجدين هون، ونظن على أن اليوم لحقت 500 وزايدة، وهذا راه وضع كارثي. هاي راهي موجة يالت يعني نشوف شكون يتحاسب عليها، خاص أصلا الملك محمد السادس هو الأول والأخير يتحاسب عليها. نحن في الصحراء الغربية وليس في المغرب، أعيد وأكرر نحن في الصحراء الغربية وليس في المغرب. كما أيضا أراسل الدولة الفرنسية أنها يعني في حال اتخاذ أي قرارات أو تدابير عندها يعني علاقة بالتطبيع مع النظام المغربي أن الدور تردنا المغرب، ما عندنا مشكل ولا أنا خايفين من الحموشي ولا اللي وراه، ولكن شرطنا الوحيد هو تردنا للصحراء الغربية، تكتبها لنا في وثيقة ونرجع مستعدين يعني لأي شيء، لأنه النظام المغربي ما عمره بصوته والله بالمنهجية دياله أنه يكبح طموحاتنا أننا نعود يعني شعب موحد، أننا يعني نعطوا الشرعية الوحيدة الموحدة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. هذا المغرب شاك عنه يعني بهاي المنهجية دياله استطاع أنه يكبح ذا، بالعكس نحن عندنا أكبر قاع أكبر من قهر قمعي ومن اعتقالات ومن تنكيل وقتل. نحسبوا كم عندنا من شهيد اليوم، العداد ماشي يزيد كل عام يزيد. بالنسبة للمنهجية يعني ديال الاعتقال أصبحت تهم الملفقة بحق شبابنا الصحراوي اليوم 20 عام هذه عادت لك شباب. عندنا طموحات عندنا أفاق، ارتأينا أنه نقدوا يعني نمثلوا من منابر سواء يعني كانت دولية أو نقدوا نمثلوها من هون. والحمد لله اليوم يعني النظام داخل منطقة غويانا الفرنسية عاد يتعامل معنا يعني بواحد الروح، نظرا أننا نحن الشعب الصحراوي كما هو معهودنا على مر السنوات يعني شعب راقي يعملوا في تعاطيه مع جميع المعطيات. اليوم الغويانيين أو الفرنسيين في غويانا الفرنسية عاد يتعاملوا معنا بإنسانية، عادي يتعاملوا معنا يعني بطرق أخرى على غرار يعني المعاملات اللي كانت مع المهاجرين واللاجئين هون، لأنهم عرفوا قضيتنا وعرفوا أن قضيتنا عادلة وعلى أنها توجد حرب تدور رحاها في الصحراء الغربية. كما أريد أن أحيي من هذا المنبر مقاتلي الجيش الشعبي الصحراوي المرابطون على قضيتهم، هاكم اللي نقولوا عنهم استحق رجالة بمعنى الكلمة، ونحييهم من هذا المنبر. واليوم قدام يعني هذا 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 اللي هو اخترت انني نستغل يعني هذه الفرصه باش ناشد يعني الجمعيه العامه للامم المتحده، ناشد المنتظم الدولي انه يراعي فينا كبشر، لانه فينا اللي عنده احلام وعنده طموحات، فينا الدكتور، فينا المحامي، فينا ناس عندها كفاءات، فينا ناس تحلم. هاو الناس راه مهم لك بحين احلامنا مضطهدين، حتى ما مضطهدين كبشر، مضطهدين احلامنا. راه اضطهاد الاحلام هو بحد ذات راسه من أكبر يعني الإضطهادات اللي كان نعيشوها نحن كشباب صحراوي داخل المناطق المحتلة. أما يعني الواقع ما نحتاج نغطي الشمس بالغربال، نعرف الواقع الأليم والمر اللي تعيشه ذيك المنطقة، ونعرف ممارسات المغربية بجلادينها بأمورها يعني على الشباب الصحراوي داخل المناطق. من هذا المنبر بالنسبة لرسالتنا نحن اللي هي المتواضعة للعالم وخصوصا للشعب الصحراوي وخصوصا للجالية الصحراوية، أنه يعني تلحق رسالتنا لجمعيات المجتمع الدولي وعلى رأسهم لجنة الصليب الأحمر الدولي أو جمعية الصليب الأحمر الدولي، لأنها هي الوحيدة الوصية علينا نحن هون، لأنها الوحيدة اللي استقبلتنا هون وقالتنا نحن متكلفين بكم من هاي اللحظة ما دام عندنا الحماية الفرعية إلى حدود لحظة 24 يوم نحن يعني نرقدوا في الشارع. ما هو بنا ما نرايين منين نرقدوا، ما هو بينا ياسر من الأمور، بالعكس هذا يعني نضال من أجل يعني أننا نلحقوا رسالة، والحمد لله الرسالة ماشية في نجاح. مستجدات هذا المعتصم عاطينا مهلة 24 ساعة انقضت اليوم، جانا اليوم يعني شخص منهم غدي أنه ليه يتواصل معنا أو أنه ليه يديروا لنا حل وما إلى غير ذلك. إحنا الحل الوحيد اللي نطالبه هو حقوقنا كطالبي لجوء، إلى عد ما كاين حقوقهم أو مهضومة ما عنده مشكل، كيف زينا رافدين كرابطنا نرجع مولي رافدين كرابطنا، نلوذوا الدولة تعطينا حقوقنا ونجبروا فيها حرياتنا وما إلى غير ذلك. وتحياتي لك الرفيقة الخليفة برك، كيف نحيي مولي جميع لبؤات الصحراء على رأسهم يعني المناضلة الصحراوية، المناضلة الصحراوية سلطانة خيا وجميع المناضلات الصحراويات،
ونحيي مولي من هذا المنبر جميع المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الاحتلال المغربي، وأذكر أيضا أننا قمنا بوقفتني تضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين. الوقفة الثانية كانت تخليدا لذكرى الشهيد إبراهيم سايكا، وهذا المعتصم الحمد لله اليوم جميع يعني الغويانيين جميع الفرنسيين هنا أو جميع هاي المنطقة تعرف قضية واحد تسوي يقول لك صحراوي، كان نعرف لا المغرب لأنني يعني قست كازا وصيفت في كازا، هذا ما يعنينا اليوم عاد يعرفوا أنها توجد أرض تقع بين المغرب وموريتانيا، والحمد لله هذا واحد من الإنجازات. ونتمنى يعني من الجميع اللي المشاهدين عبر هذا البث أنه يعني لحق صوتنا من خلال يعني مشاركة هذا البث، من خلال يعني أنه يتواصل مع جمعيات يعطي لهم حالتنا، ولا نزيد نوضح لك أكثر فأكثر بالنسبة للقضية اللي تشوفوا هون. يعني شو خليكم معايا بالنسبة للفيلات اللي قالنا سعد الدين العثماني، والكارطيات اللي قالت نبيلة منيب راه الدعم الرئيسي هو الكرتون، وراه منين تفرشوا عن السحاب، راه انا بدينا في واحد الخطوة احتجاجية جديدة كيف تعرفوا رمزية الخيمة وما إلى غير ذلك، كيف تراعوا هذو كاملين راهم فيلات الصحراويين كاملين، لأنه المشكل درك ان المغرب شنو مشكله المغرب، مشكل المغرب يدور يلحق على اننا يعني على انه مستثمر في الصحراء الغربيه، وبالعكس هو المغرب باغي الصحراء مو باغي الصحراويين، مستثمر يعني لا في الموارد اللي ترجع للملك بما في ذلك يعني الفوسفات وخيرات الصحراء المنهوبه، بينما الصحراويين اليوم اصلا لم يكونوا يوما يطالبون بثرواتهم يعني او الى غير ذلك، طالبون باستقلالهم من 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 هذا المضطهد المغربي. وتحياتي لك الرفيقة الخليفة برك على هذا يعني الاستضافة. لا عاد كاين شي تساؤل ثاني؟ مرحبا وسهلا. أولا نشكرك بعد أنت على إظهار وجهك، قال عن وجهك وتتكلم عن قضيتك وتتكلم عن معاناتك، لأنه لو كنت متواجد في المناطق المحتلة ما كنت تكلمت بهذه الحرية، لأن ما فمه القتل والانتهاكات حقوق الإنسان، واللي طالعتنا على حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وسبب الهجرة اللي هاجر الكثير من الشباب الصحراوي على التهميش، وعلى رغم انه الشاب الصحراوي مطالب به بالحرية والاستقلال على ارضه، ولكن هذا مولي دليل ورسالة عن الشاب الصحراوي ما يدور، ما هو حقه كشاب صحراوي، وليس يعني الماديات ولا غيرهم، ولكن حقيقة هذا موضوع مهم، وانا نطالب من هون من خلال هذا اللايف عن جميع الصحراويين وجميع المتضامنين ينضم لهذا الشباب ويساندوا ويعاونوا ويعود له السند، لأن هذه رسالة أولا عن الشاب الصحراوي مهما كان أنه ترعرع تحت الاحتلال، ولكن انتمائه ودمه وهذا اللي يجري بدمه ما يقدر حد يقلع صحراويته أنه من الصحراء الغربية، وهذا انتماء جدير بالفخر ليفتخر به كل صحراوي. كيف تعرفوا عن صحراوي في المناطق المحتلة ما يقدر يتكلم، ولكن هو هاجر إلى فرنسا وبدأ يطالب بحق اللجوء ويطالب بتقرير مصيره ويطالب انتمائه كونه صحراوي، وهذا دليل على هذا الشباب اللي عنده الكثير من الرسائل تتعلق بالقضية الوطنية، عنده الكثير من الرسائل ولها دلالات ولها معاني كبيرة عن الشعب الصحراوي. هو الشعب الصحراوي ما عنده خلط مع المغرب، وإنما المغرب هو احتلال طاغي توسعي احتل هذه الصحراء الغربية، وباغي يقضي على شبابها عن طريق المخدرات، عن طريق الاغتصاب، عن طريق التنكيل والتعذيب، ويحاول أنه يقضي على هذا الكيان، ولكن هذا الشباب فر من الاحتلال، فر من الأمور اللي ضد الإنسانية، واختر عنه يوجه شعار المهجر ويوصل رسالته
الشريفة رسالته العادلة، رسالته الحقيقية هي عدالة قضيته، ليس المادة وليس الكرتيات وليس الفيلات وليس وليس، وإنما حقه تقرير مصيره وحقه كشاب من حقه أنه يعيش، عنده مواهب، عنده قدرات، عنده انتماء كونه صحراوي. ولهذا هذه رسالة عظيمة نتمنى من جالية صحراوية عنها تعطي المعاني وعنها تعطي السند وعنها تعطي العون لهذا الشباب، لهذا الشباب اللي واقف ليس واقف باسم قبيلة ولا باسم عشيرة، وإنما واقف باسم قضية، والدليل على ذلك العلم الوطني، والدليل على ذلك المطالب المشروعة في حق تقرير المصير وفي حقه كشباب مهجر وفي حقه كلاجئين. لذلك هنيئا لنا لكم يا شباب، ونتمنى لكم التوفيق في هذه المعركة، هي معركة لأنكم بديتوها معركة شريفة، معركة عادلة، تعرفوا بالقضية وتعرفوا بذاك اللي انتم عانيتوا تحت وطأة الاحتلال المغربي. والله يعجز اللسان عن الفخر بكم، ويعجز اللسان عن شكركم، وراجي من عند الله، الله يوفقكم كاملين. ونتمنى من الجالية الصحراوية تعدل دورها، ونتمنى من المتضامنين سواء كانوا جزائريين والله موريتانيين والله فلسطينيين والله اللي عادوا، المهم يوقفوا معاكم ويتضامنوا معاكم ويتآزروا معاكم في هذه الوقفات. عندي إضافة الأخت خليفة برك، بالنسبة يعني مستقبلا أو يعني الحلول أو يعني القضايا اللي نطرقوا لها مستقبلا، والله مستقبل هذا المعتصم بإذن الله يعني في القريب العاجل توجد يعني حدود لحظة وصلت يعني 25 رفيق ليعدلوا إن شاء الله يعني في القريب مجمع مرخص ما يعنينا باش أنهم يعني طالبوا بإسقاط الجنسية المغربية، حيث أنه سوف يتم إحراق جوازات سفر المغربي أمام أنظار العالم. هذه يعني واحدة من الخطوات اللي يعدلوها هذو الصحراويين. بالنسبة مقبلين إن شاء الله يوم الاثنين أو الثلاثاء على إضراب آخر إنذاري عن الطعام، لأن فتنخذنا إضراب عن الطعام مدته 24 ساعة، لنخوض إضراب ثاني عن الطعام إنذاري مدته 48 ساعة، ونشوفوا يعني تجاوب الناس مع عدالة قضيتنا، ونشوفوا إن شاء الله من اللي تلحق. أما بالنسبة كيف نقول وأكرر أننا مقبلين على خطوة مهمة، ولذلك يعني أدعو الإعلاميين الصحراويين في التعاطي مع قضيتنا، أنه في القريب العاجل سوف يقوم مجموعة من الصحراويين أمام أنظار العالم بحرق جوازات سفرهم، اللي هي جوازات سفر المغربية اللي ما عندهم بها أي صلة، لأنها فقط كانت يعني مجرد طريق لعبورنا من هيك التراب اللي هي جبرنا فيها ويلات، ولنحاولوا باذن الله في المستقبل يعني لنشرحوها لديطاي ديالها، يعني طاب 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 نوضحوا للعالم قضايا اللي عشناها. لانني انا شخصيا تم اعتقالي 2010 على اثر يعني احداث قديميزيك الويلات اللي شفت عند ذوك الناس مولانا العالم بها، وفي نفس الوقت مولي رسالة ممرة في نفس الوقت، ما حد أنا معتقل فرنسا دارت حق الفيتو قضيتنا نحن باش ما تجي لجنة تقصي الحقائق، هذا نحن عارفينه. اليوم نحن ما نطالبين شفاعة نظام دون نظام، ما نطالبين شفاعة حد، بالعكس نحن شعب حر عنده فكر حر ثوري يدور استقلاله، معركته مع المغرب معركته الوحيدة مع المغرب ومع اللوبي التابع للنظام المغربي. بالنسبة لهذه الفكرة راني شرت لها، نتمنى يعني حتى إعلاميين الصحراء لأنهم هما ظلنا وهما دفانا وهما اللي عليهم معولين، لأنه هنا مولي جبرنا تعتيم إعلامي ونعرف التعتيم الإعلامي داخل المناطق المحتلة. اليوم مع الصحراويين أنهم يتعاطوا معنا بشكل عادل، وتحياتي للجميع من هذا المنبر. نتمنى من عند الله انك تجبر التجاوب لانه هذه معركه خطيره ومعركه قويه في نفس الوقت، ومعركه عادله، لانه حقيقه حد يطالب بتقرير مصيره، وحد يطالب بالكرامه قبل كل شيء، وحد يطالب بحقوقه، هذا قطعا عنه لابد تتجاوب معاكم الاعلاميين كاملين، وتتجاوب معاكم الشعب الصحراوي كامل، وتتجاوب معاكم الجالية والإعلاميين في فرنسا وفي كل بلاصة وفي مخيمات العزة والكرامة وفي المناطق المحتلة. أنتم فلذات أكبادنا وأنتم سفراءنا، لأن هذا هذه دريك
هذا رأي كان نعتبره انتصار، لأنه هذا كسر التعتيم الإعلامي وإظهار الحقائق اللي كان اللي مر بها الشاب الصحراوي، وإظهار الحقائق اللي حاول العدو المغربي تغطية عليها، وتغطيتها اطلع على لوبر تغطيتها عن المغرب عايش، وعن الشباب عايش، وعن الصحراء المغربية، وعن ابداء. واصلوا لين توصلوا رسالتكم النبيلة، رسالتكم اللي عجز عنها الكثير من الشباب رغم ظروفه والسيف اللي جاي عليه من طرف الاحتلال المغربي. انتم احرار وستبقون احرار باذن الله تعالى، وانتم اللي هتوصلوا الرساله، وانتم اللي يماننا فيكم كبيره، وانتم منين قبضتوا هذه 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 التجربه وهذه الوقفات وهذه الاضرابات قدام الباقيكم وقدام الكارهكم. من هنا انا اعلن تضامني معاكم الا مشروط، ومتضامنه معاكم ومواكبه احداثكم باذن الله خطوه بخطوه الين تحققوا مرادكم، وهو تقرير مصيركم وذيك المطالب اللي عندكم انتوما، وهي مطالب كل صحراوي، عنه يرفض الجنسيه الصحراويه، وعنه يمثل قضيته، وعنه كونه شاب صحراوي ما هو مغربي، وعنه صحراوي 100% ولا خلط بين الشاب الصحراوي والشاب المغربي، لا في العادات ولا في التقاليد ولا في الاخلاق ولا في شيء يسوه هو شنو هو. تمنياتي لك بالتوفيق انت والشباب اللي معاك، وبلغ لهم سلامي وتحياتي الحاره من مخيمات العزه والكرامه، واللي حقيقه رانا معاكم ومتضامنين معاكم ومتآزرين معاكم وقلوبنا معاكم من مخيمات العزه والكرامه، ومرحبا بك وسهلا. رساله اخيره باقي توصلها اخي الكريم، تتفضل توصلها للشباب الصحراوي في المناطق المحتله، والله في مخيمات العزه والكرامه، والله في المهجر. بالنسبه لاخر رساله، اخر رساله حكم يعني تجربتي الخاصه، انني يعني كنت يعني كلاجئ صحراوي مده اربع سنوات داخل يعني مخيمات العزه والكرامه، كما ايضا يعني ابن المناطق المحتله ومعتقل سياسي يعني سابق، ابن معتقل سياسي. اللي نقول يعني كل الشباب الصحراوي لا تنساوا وصيه الشهيد محمد عبد العزيز، اللي هي كل شاب صحراوي من منطقته ومن منطلقه ومن حرفته من عمله انه يؤديها بامانه، يؤديها باخلاص، يحاول باش ما امكن انه يعني من اخلاقه ومن مهنيته ومن حرفته، سواء مهندس حرفي ميكانيكي نجار عامل يعني في مجال، يؤدي رساله الشعب الصحراوي على اكمل وجه، ويحاول باش ما امكن. لان الرساله الثانيه للشباب في المناطق المحتله انه المغرب يمارس عليهم منهجيه يعني المخدرات، ومنهجيه تلفيق التهم، وجميع يعني المنهجيات. لذلك على الشباب الصحراوي داخل المناطق المحتله الحذر ثم الحذر يعني من منهجيه يعني المخدرات، اللي نشوفه ونعرفه جيدا انها تجي من المغرب، من شمال المغرب، وتجي يعني باثمنه اللي هي في متناول الجميع، ونعرفه جيدا انه في كل زنقه يعني تاجر مخدرات، وهذا راي منهجيه خطيره جدا تجاه الشباب الصحراوي، باش انه يكلخ ويجهل وما خالك شيء ما يعود فيه. المهم الرساله الاخيره، لا تنسوا وصيه الشهيد محمد عبد العزيز اللي مشى وخلاها لكم كاملين، اللي قال لكم يا اولادي كلكم في بلده وكلكم في شغله، يحاول يؤديها يعني الى احسن وجه ويحمر فيها الوجه. وتحياتي للجميع من هذا المنبر، ولنا ان شاء الله ملتقيات اخرى باذن الله. ان شاء الله ربنا، يا اهلا وسهلا ومرحبا. تحياتي لك وتحياتي للشباب اللي معاك، اتمنى لكم التوفيق والسداد في هذه المسيره اللي قبضتوا واللي حقيقه عادلكم فيها فتره، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى تحقيق المراد، مرادنا كاملين هو الاستقلال على كامل ربوع ساقية الحمراء وادي الذهب. اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بكم وسهلا مره ثانيه متابعين الكرام. يا من تدعي ان المغرب المروك في حقوق الانسان، وان الشباب المدنيين الصحراويين عايشين، وان المغرب وعاش مليكنا ومليكنا زوين، والامور اللي لا اساس لها من الصحه، لكم الدليل عن كميه
عدد كبير من الشباب الصحراوي هاجر اختر عنه يقيس دولة أجنبية، اختر عنه هاجر شو المهجر عن يبقى تحت وطأة الاحتلال المغربي هناك، حيث يعني الاقتصاب أخواتهم أمام عيونهم، ضرب أمهاتهم، إدماجهم في المخدرات، إدماجهم في الأمور الخبيثة، تعتيم على الحقائق اللي عانوا منها، يعني دمجهم في المهلكة. ولا واحد عنده موهبة استقلها، ولا واحد عنده قدرات إجبارها، لأنه صحراوي، والصحراوي ما خاف يتقدم فتحت وطأة الاحتلال المغربي. ونقول من هون ونقولها للشباب الصحراوي والصحراويين بصفة عامة، عن لا حياة للصحراويين ولا وجود للصحراويين ولا كرامة للصحراويين ولا شموخ للصحراويين ولا عز للصحراويين ولا فخر للصحراويين ولا تقدم للصحراويين إلا على أرضهم الساقية الحمراء ووادي الذهب محررة ما دام عليها الاحتلال المغربي. لا وجود لكم، فمن للأسف الشديد عايشين تحت وطأة الاحتلال يوطى عليهم ويردح فيهم. وهذا الشباب اختر عنه يهاجر بهذه الكمية، هذا العدد الكبير، ويختر عنه يمرر رسالة. كيف سمعتوا من هذا الشاب قال عنه أمرك بالباسبور المغربي، ولكن هو له يبره للعالم عنه إذا كان أمرك من المغرب جايز فرنسا الباسبور المغربي له يحرق الباسبور المغربي اعترافا انه من الصحراء الغربية، رغم كانت الضغوطات ورغم التعنيف ورغم الانتهاكات حقوق الانسان. هنيئا لنا بهذا الشباب، هنيئا لنا بذات اكبادنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا المناضلين المخلصين اللي مروا الرسالة باي وسيلة واي طريقة كانت، مهما كانت فيها من الاكراهات، مهما كانت فيها من الضغوطات، مهما كانت فيها من المخاطر، إلا أنهم خطروا يسلكوا هذا الطريق. وهو التحدي أمام الظروف الصعبة، هو التحدي والإضرابات عن الطعام ينعتوا للعالم عنها. ما هي الكرش كل شيء وإنما الكرامة، ما هي اللقمة كل شيء وإنما الكرامة. عايش بانتمائه كونه صحراوي من الصحراء الغربية، والمجد والخلود للشهداء، والهزيمة والذل والعار للخونة والأعداء، وكل الوطن أو الشهادة. وتصبحوا على خير ومرحبا بكم وسهلا كاملين، ونتمنى عنكم تبرطاجوا هذا اللايف إنين يلحق القد يلحق من الصحراويين والمتضامنين مع هذه القضية العادلة. ولنا لقاء إن شاء الله في الأيام المقبلة حول هذه القضية ومتابعة هذا الشباب ومصيره ومصير أهل الصحراء كاملين. وتحياتكم مرة ثانية ومرحبا وسهلا أختكم الخليفة برك من مخيمات العزة والكرامة.